تبطلي طلق يا مرات عمي. حاضر، هطش الملوخيه وجايه. حد يفتح الباب يا اولاد. ما تفتحي الباب يا بنت يا سكر. وانا مالي، انا بحضر السفره. لا هتتقرصي في معميعك. ومالي، بس مش هفتح. انت يا كابر يا كابر. ايه ده؟ انت عامله ملوخيه؟ اه. ريحتها حلوه؟ ما بحبهاش، بتخلي ريحه بقي توم. امال يا اختي ده عز. هاي حبيبتي. هاي يا مامي. هاي يا كابر، الاكل جهز؟ عمك زمان على وصول. جهز يا مرات عمي. طب ادي كيس المكوى للسكر. لا، المكوى دي من تخصصي، محدش يقرب لها غيري. على يا سيد، البنت كسر جاي علينا. يا ريت تبلغ فراغ. كيه فيه يا ولد. طب يلا يلا يلا. ازيك يا مدعم؟ فل. مش شفتك؟ لازم ابقى عزيره حضرتك. انت هتعملهم عليا يا فورياجي؟ ايه المكوى يا شبه وشك دي؟ الحكايه مش حكايه مكوى، انت اللي معرضه عليا المشوار وبتبخ في وشي هاجر وفراق. هو انا ببخ كده لله في لله؟ ما هو من عمايلك السودا. بانا يا ولا، كل ما فوت عليك الاقيك نازل ديدو دراجي ديدو دراجي مع البت اللي اسمها كابر. كابر؟ اه كابر. اياك تنكر. عايز تقولي انك مش بتلغيها؟ يا بنت الغيها ده ايه؟ انت ما تعرفيش كابر دي تطلع مين. تطلع مين يعني؟ تكونش مين يعني؟ يسرى يا بنت دي تبقى بنت اخو سيادة المستشار. عارفه يعني ايه مستشار؟ لا مش عارفه يعني ايه مستشار. اللي هو بيستشير الناس ده كل يوم. حد النبي ايه يا اخوي؟ انت مش عاجبني فيها حاجه. خلينا في اللي احنا فيه. اوعى كده شويه هوا. ايه بس ده حتى بنت دوشه قوي قوي. اه قوي 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 قوي. صباح وحلو. راح فين؟ اوعى كده سيبه. اوعى كده سيبه. ازيك تستهني؟ ازيك يا راجل يا بركه. امسك دي العيديه بتاعتك. كل سنه وحضرتك طيبه. لو عايزت اي حاجه تعالاني انا هنا فوق. حاضر يا فندم، ربنا يسهل لك يا رب. ما هو مسهلها لي يا حاج، انا عايزاها تتكلكع شويه. فاهم؟ فاهم يا فندم. السلام عليكم. مع السلامه يا فندم. يلا ربنا يسهل لك ويكلكعها لك يا قادر يا كريم. سيجارة؟ لا أنا مبطل. ما البنت كويسة يا كريم. بس طوبة ما فيهاش روح. هتجهز لي بإيه؟ بالشط الواسع يا إنتاج. أنا جاهزة يا أستاذ. إيه ده؟ هو ده اللي أنا طلبته؟ ما هو أنا طالب إيه في الأوردر يا عمرو؟ طالب عربيتين جولف وثمانية موتوسيكلات وأربعة بيتش باجي. اللي أنا طلبته ما جاش ليه يا بيري. ما هو ما عرفش اتصرف غير في دول امبارح. كلمتك على الموبايل لقيته مقفول. فساسو قالت لي. ساسو؟ اه قالت لي ماشي الاوردر على كده. تاخدي اوامر من ساسو؟ حلو قوي. مادام ساسو بقت تدي اوامر لمديره الانتاج وبتدخل في الاوردر بتاعي، تبقى تيجي هي تخرج بدالي. فركش. انا اخرج على نت. والله فكره روشه. نسيها باري. يس. ايه رايك يا رهيب؟ ليه لا، اهي شغلانه بتشهر برضو. بس في حاجه واحده ناقصاكي. ما بفهمش في الاخراج صح ولا في اي حاجه. اول مره في حياتي فركش وانت السبب. ده خراب بيوت. لو فاكره انك بتحمي في ابوكي، ابوكي هو اللي هيكوع تمن اليوم ده. ده انا كنت بوفر لك في الميزانيه. بتوفري ملاليم متخسرين عمره بيجيبوا ملايين، وتقولي اني دارس اقتصاد. ولا انت صدقت في اليافطه دي؟ تصدق صح؟ انا طلعت غبيه قوي. سوري. سوري؟ يا شيخ الله. عايزه ايه؟ اتعلم. ما تروحي اشتغلي في البورصه مع ابوكي. ما بحبش البورصه. بقيت احب الاعلانات قوي. ما
وعاوزه اتعلم. بتتكلمي في ايه؟ انت عشان تتعلمي لازم تشتغلي بجد. هتمرني زي اي حد مبتدئ وعايز يتعلم الشغلانه. هتيجي في مواعيد الموظفين، مش هتمشي غير باذن مني. تقدري؟ اقدر. هتعمل ايه بالليل؟ تبطلي لعب جيمز على الكمبيوتر، ولو غلطتي اي غلطه في الشغل هتهزقي زيك زي اي حد بيغلط. يا ربي تحفه، يا ربي تحفه. والكائن ده ما يجيش معاكي تاني خالص. مش عايزاه. احسن. تستاهلي. انت يا بنت عبيطه تروحي تحبي لي مكواجي؟ ماله المكواجي؟ مش بني ادم ده اتخانق عشاني. وهو في واحده تحب واحد عشان يتخانق عشانها؟ هو اتخانق وبس، ده كان هيموت فيها اضطحم. طب انت ناسي لما قعدت في الجبس شهرين؟ تقدري انت تقعدي في الجبس شهرين عشان خاطري؟ ولا ثلاث دقايق. شفتي يعني ضحى عشاني؟ يبقى لي الحق احبه ولا لا؟ ردي. اللي يضحك في الموضوع انك مش في دماغه خالص. اعمل ايه بس يا ربي علشان المعفن ده يحس بيا ويعبرني؟ هو الجربان ده يطول؟ ده انا تحفه، كنس ومسح وغسيل وعيله، غيرش بس هي المكوى اللي معرفش اعملها وهو هيقوم بيها، يعني هنكمل بعض. انت يا بنتي مش هتبطلي هبل؟ ده لو ابويا وابوكي عرفوا هتبقى كارثه. ابويا ولا سأل فيا، كفايه عليه مراته وعياله. سيبك انت منهم بس وشغلي مخك. صعب، انت عارفه ان مخي ده ما بيخلينيش افكر. انا بقى هفضل وراكي لغايه ما اخليه يفكر، بس لازم تنسي سيد بخه ده، انت فاهمه؟ مش متهيألي، بس اصل لما بخلص الفرجه على المسلسلات ما بلاقيش حاجه تانية اعملها غير ان اقعد بقى وافكر فيه. الا بقى لو في فيلم حلو في السهره، ساعتها ما عبرش اهله الصراحه يعني. وبعدين يعني انا شفت حد غيره وقلت لا. خلاص هخرجك معايا. بجد؟ بس توعديني انك تنسي سيد بخ. خلينا في الخروجه، انا مش مصدقه اساسا ان نيجي اليوم اللي هخرج فيه انا واصحابك السيعه دول. يا لهوي. شفتي بقى ان ما ينفعنيش غير سيد؟ كابر انتي لازم تتصور. اتفور؟ اتفور ده ايه؟ لا لا يمكن اتفور. متبطل بقى وجعت دماغي، انت هبل ولا ايه؟ ساعة ما اشتغلت معاك وانت مرمطاني، بشتغلك سكرتير ودادة ودكتور نفساني وسواق ومرمطون وخليت سنان وبودي جارد، استحمل كل بلاويكي. لا عشان بحبك بجد، حاسس ان انت مسؤوله مني. ده انا بنتي بقعد معاك اكتر من ابوك وامك، وفي الاخر اطرد قدامك وانت تسكتي. اخس اخس. حرام، خلاص بقى فوتها لي وانت بتفوت لي كتير. بس لما سيكريم شالش بتاعك ده يطرد. ما تتزنن بقى، ما انت عارف اللي فيها. انسي، انت مش في دماغه خالص، عشان كده بقى هموت عليه. ما زنقتش على سيكريم ده يعني؟ لا زنقت، بحبه. تخيل بقى، هو ده الراجل اللي اتخلق عشاني، فاهم يعني ايه؟ لا مش فاهم، تخيلي بقى. اهدي عشان خاطري، مفيش داعي للعصبيه بتاعتك دي. فعلا انا متعصبه قوي. ما تطلع تجيب لي مهدئ. لا بلاش المهدئ، بتقوم الصبح مجنونه. طب اعمل ايه؟ بصي احسن حاجه جه معاد الدكتور النفساني. اتفضلي. اوكي. جاهزه؟ قولي لي يا ساسو، ليه كريم شلش بالذات؟ بيعملني حلو قوي يا دكتور. فشارة، ده بيسحلك. يعني بيعملني صح، انا ما ينفعش معايا غير كده. تفتكر ال 13000 خطوبه اللي اتخططتهم اتفسخوا ليه؟ عشان ما بتقصيش ضوافرك. حمار، عشان بيعملوني غلط. اوكي ريلاكس ريلاكس. حاضر يا حبيبتي، لطفي فيا حياتي، بحبك يا بيبي. غلط، انا ما ينفعش معايا كده، انا لازم اتسك اخد على دماغي. وكريم بيعمل معايا كده، ده ناس تديني بروسيه. واو يجنن. يا بنتي مرضك ده ملوش علاج، انت عندك 50 عقدة في الثانية. اتهبب، خلينا اكمل. اوكي جو اهد. ده غير بقى المشارس، وايد صحراوي مهيني غباتي بترب مزز الصراحة. هو مين ده اللي مزز؟ فوقي ده كريم شلش يا سعادة الباشا. اخرس انت، اخبريلك اي شركة من الشركات بتاعتي في المية أو الورق أو العقارات،
طلع لها فايل باسماء الشركات بتاعتي، نقي لك منهم اي شركه. هو انا بنقي برقوق؟ انا عايز اشتغل في الاعلانات. خلاص يبقى ما تقرفيش كريم، لانه ممكن يزهق ويفض الشركه اللي بينا. ما تنسيش ان هو اللي كبر الوكاله في 5 سنين بعد ما كانت بتخسر ملايين، ما تخربهاش وتقعد على ذلها. اوكي بابي. غيري تسريحة شعرك دي، دي بشعة بجد؟ بصراحة؟ اه بالليل سرحيه ان شاء الله حتى تحرقيه، ما هو دي مش اشكال الواحد يشوفها ويتكلم معاها. يا ريت يا ابني، ابوها شريكك ومشارك في نص مشاريع البلد، انا لو منك ما فوتش ابدا بنت زي دي. حد يطول يتجوز بنت ملياردير؟ يا هي دماغك وصلتك لحد الجواز؟ طبعا دي فرصة، بس ده جواز مش صفقة، يعني على الأقل لازم يكون فيه مشاعر. مشاعر يا عمرو مش مشاريع، تعرف المشاعر؟ ايه ده يا ربي، انا مصاحب ملاك. اه بقولك بقى حاجة عشان ترتاح، الملايكة ما بيتجوزوش. ما شافتنيش. مين دي؟ نيفين صفوت. لا مش هي. لا هي والله. وبتستخبي منها ليه؟ يا ساتر، دي دمامة ودمها يلطش، دي بشعة. لو عرفتي اتجوزت مين كنت خدتيها بالحضن. دي تتجوز دي؟ مين الواقع اللي رضي يتجوزها؟ شريف عزمي. شريف عزمي؟ يا نهار اسود، ده قمر بقى الواد المز ده. يبص لدي، ده وهم، ده ملياردير. ازاي عرفت توقعه؟ ده حكيت ورا سنين. ولا هو معبرها؟ طبعا عنده حق. امال وقعته ازاي؟ احكي لك، اصل انا عرفت القصه من صاحبتها الانتيم. معاكي ولاعه؟ لا مرسي. مرسي قوي. راحت للدكتور شمردل، عارفينه؟ الدكتور شمردل العبقري الفلكي المشهور. اه افتكرته، ده اللي اعلاناته بتنزل في المجلات. هو ده عمل لها عمل ما يخرش الميه، خلى الجدع ده يحفى وراها لغايه ما اتجوزته. يا بنتي الايه جدعه، يعني اخت حضرتك اللي جات لها فلوسها مش قلتلك؟ سوري مش حاضر اطول معاكي، عندي ناس. اوكي alright باي. امر قول انت، مش انت بتعرف كل حاجه؟ استغفر الله، احنا اسباب، انا مجرد اداة. شكلك عندك مشاكل كتير. بالعكس، انا ما عنديش غير مشكلة واحدة بس. اللي هي ايه؟ اتسرقت من 20 سنة، كان عندي فلوس كتير قوي، واحد صاحبي خاين خدهم وكتبيهم، دلوقتي بقى راجل مهم مشهور ومليونير ونصاب، وانا بقى جاي اخرب بيته. اهدى اهدى خالص واطمن، فلوسك هترجع لك لحد عندك. ده انت معاك شمردل، تقدر تجيب لي حاجه من قطره؟ دكتور شمردل موجود؟ ايوه اتفضلي ليك. لا انا مستعجله قوي، يبقى حاطط فايده. طب بتاخده بكده الكارت؟ طب ليه كده؟ ليه كده؟ الله ادي قطره كده احلى. انت ليه قطعتها؟ انت حاجه غريبه ليه؟ مين؟ منصور الضب؟ كفار يا راجل، خرجتي ليه؟ خرجتي امتى؟ انا الاول. ها؟ انا ما خدتكش ما خدتكش، وهتستفيد ايه لما تقتلني؟ ما انت هترجع السجن تاني. بس هبقى شفيت غليلي. طب بس اهدى 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 واسمعني، انا هحكي لك. اهدى اهدى، اقعد اقعد. ابني
انا رحت لمراتك مليون مرة وما لقيتهاش. كل ما اروح عليها اسحب. شوف انت مراتك بقى كانت بتروح فين؟ انا لو اعرف مكانها كنت رحت لها. عموما فلوسك موجودة وزيادة شوية. نعم فلوسي موجودة وبزيادة. انت بتكلم في ايه؟ انت عاوز كام يا منصور؟ عايز كام؟ كل ده بتاعي، كل ده ملكي وبفلوسي. لا يا منصور، كل ده من هنا، من ذكائي، بمجهودي وعلمي. نعم اخويا. عايز تسمي النصب ده علم؟ شمال ده بيجيب لي الرجالة اللي انا عايزاها، ده جاب لي لغاية دلوقتي نص دستة. اوه مونديو، بس مش عارفة بيموتوا على طول. المهم ان انا دكتور وعالم، عالم في علم معترف به في كل الدنيا، اسمه علم الفلك. نصاب برضه؟ انت صيع عليا يا بقى. ده انا اللي علمتك الصياعة. انت ماشي من 20 سنة لما جيت السجن وانت مستجد وخيخة. نصاب هايف وسط قتالين قتلة. فاكر الوصل ده يا شباب؟ ده الوصل اللي انت ماضي عليه انت واثنين شهود. ابلغ البوليس اقول لهم كل الفلوس بتاعتك دي منين؟ فاهم؟ دي فلوسي انا اللي سرقتها وتعبت فيها. ابلغ الصحافه وقول لي انا بقى هطبعها لك في ثانيه. بقول لك يا منصور، ما تهدى ونتفق. ايوه نتفق. عليك نور. ولغاية ما نتفق بقى انا جابت لك هنا. هاي هاي أمينة، ازيك؟ ازيك يا عم؟ الحمد لله. ازيك؟ ازيك انتي؟ ايه الأخبار؟ زي ما انت شايفة مشغول. كلمتك كتير الفترة اللي فاتت بس ما كنتش بترد عليا. ممكن تديني فرصة اتكلم معاك؟ انت لسه شايل مني بعد كل الفترة دي، ممكن تديني فرصة تانية؟ محشتكش أمينة. ما ينفعش خلاص كريم، ما تحسسنيش بالذنب أكتر من كده. أنا ندمت، ده مش كفاية. لا كفاية، كفاية لحد كده. لو سمحتي أنا عندي شغل. اوكي انا همشي، بس هستناك تسامحني. باي. ليه يا كريم؟ ما انت لسه بتحبها ورجعت لك ندمانه. يلا نشتغل. وبعدين بقى في الليله العوق اللي مش عايزه تعدي دي. ما قلت لك يا ابني نروح الجنينه، انت اللي معاصلك. انا مش معاصلك، انا خايف بس للبوكس يجي بظهره كده وياخدنا زي ما احنا بمشاعرنا. يا ابني ما تخافش، الجنينه امان. متاكده يا ابني؟ عيب. ومالك متاكده قوي كده يعني؟ باين عليك دايسه الجنينه دي جامد يا بنت. انا امال انا يا اختي؟ ده اصحابي في المحل هم اللي بيقولوا، انا عمري ما رحتها. اصحابك في المحل على اساس اشاعه وكده يعني؟ ده انا رايحه على الوصف. يا سلام. طب ماشي يلا. وفي الجناية تحت الساقة. تحت الساقة. جرى ايه يا ولا؟ مالك بتترعش كده ليه؟ من رهبه يا اما. السجونيه دي ليها رهبه كده ودهشه حضرتك. سلام عليكم. الله، شاب علي. ابو علي ازيك يا باخ؟ انت عرفت المطرح؟ امال انت فكرك ايه؟ خليك زي ما انت ونبقى تتحرك مع نفسك كده ولاغيني في قلطه في السمسار. يا بنت ده الواد حسن ملاوينا بتاع السوبر ماركت. عارفاه، شفته قبل كده. بطل بقى تبحلق في الخل وخليك في حالك. بلبل
صباح ودماغ، والنبي بتتحرك زي ما انت كده. عيش عيش، والجنينه متلغمه بالمشاعر. يا ولا يلا، يا ولا يا ولا يلا. ايه ده كده بخه؟ تعالى يهديك ربنا كده، اقعد اقعد. ايه انت هتسلم على الجنينه كلها؟ الجنينه كلها معارفك اتلم في ليلتك السودا دي. خليك معايا يا ستي. بقى انا معاكي. هو انا سبتك وجريت؟ ايه ده؟ ايه البنطلون الكاشوال ده؟ انا كوي قبل كده. ده الواد عاطف. هلا عاطف. يا نهار اسود خالي. خد ياض ما تخافش. ياض عيش. انت بالذات عيش وما تقوليش. يخرب بيتك. خليك معايا يا ستي. معاكي. دي الجنينه كلها متورطه، وشارعنا كله هنا، وكله بيعيش. انت اتجننتي؟ اسيبك عند الكوافير ارجع ما الاقيكيش؟ لا وايه؟ راجعه تقولي لي خزعبلات؟ ده تخلف يا ستي. حصل خير. مش المهم فهمتيهم ان انا كنت عند الدكتور؟ اضطريت اكذب. لا ما هو كده ما كذبتيش، ما هو فعلا دكتور. يا سلام، يعني هيخففك. امال ديتها بس اجيب قطره. قطره؟ وقطره ده نجيبه ازاي؟ مش مشكله القطر. ازاي بقى؟ ما هو لازم حاجه يكون فيها عرق. مش ضروري، ممكن صورته دي بقى سهله قوي، لان انا عندي صور كتير ليه في البوم بابي. البوم بابك يبقى فاضي ليه؟ اسم مامته. مشكله؟ لا يا بابا لا، هي فعلا مشكله بس انت هتحلها لي. امال انا مش شغالك ليه؟ مش عشان تحل لي مشاكلي؟ تصرف صاحب البواب، تعرف على الشغالين، الجيران، عسكري المرور. ايه ده؟ هو عسكري المرور عارف اسم امه؟ تقفل الزفت ده وده. مش عارف اشتغل. ما حدش شغل تلفزيون وكاست مع بعض. انا في حاجه دي يا ابني؟ بدل ما انت لابد لي ملتقح عليا، خد لك قرشين روح شوف حالك وسيبني في حالي. سيبك في حالك كده من اولها. وبعدين مين فينا اللي لابس التاني؟ ها كل ده ملك، كل ده بتاعك كل ده ملك، كل ده بتاعك. السلام عليكم. ياه، ما قلنا عليكم السلام. ان سيرفيس. الاستاذ كريم شال الشاي. ساكن هنا؟ حاصل. كويس قوي. هم اللي فين عسكري المرور؟ مفيش عسكري مرور. لو عايز كريم بيه هو خرج. جو اوت. جو اوت. كويس قوي، عارف كل اخباره. اقول لك انا السكيورتي هنا، هتحب نقول له حاجه؟ لا 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 لا، يعني انا بقول بالنسبه للست والدته مدام فيميهان. ايه ده؟ هي شيرهان تبقى والدته؟ دي صغيره عليها قوي. اسمها فيميهان. مساء الخير، انا مندوب شركه اي جي اي. اي جي ايه؟ احنا عاملين مسابقه في المعلومات العامه. معلومات عامه؟ معلومات عامه، يعني هسالك سؤال ولو جاوبت صح. لا يا باشا، انا ما بسدش في المشاوير بتاعت الاستفسارات والاستجابات. سؤال واحد وسهل. عارف الجايزه كام؟ 20,000 جنيه. يا نهار ازرق حضرتك، يعني لو الواحد كسبهم دول يشيلهم فين؟ هي مشكله فعلا، بس ساعتها تتدبر. ها جاهز للسؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز. اسم امك ايه؟ عمتي اسمها بخه. بص بص الواد مجعوص ازاي. لا حقه، ما بخه بقى. لا قولي لي يا دين، انت ليه مطوعاني كده وعماله تساعديني انت واصحابك الصيع دول؟ مش غريبه دي؟ حب استطلاع. وبعدين انت مش بنت عمي ولازم اساعدك. ليكي حق فعلا كتير. هدخل اجيب موبايلي نسيته جوه. انت مين؟ ساسو. وده اسمك؟ اسمي سميه بس تقيل. ساسو ساسو. معلينا، جبت القطر؟ لا انا جايه عشان حاجه تانيه خالص. ليه؟ هتكوني جايه تكشفي على اسنانك؟ ما اقدرش، دي زبونتي وجايه تطلب مساعدتي وانا بعمل لله.
يعني بوفق في الحلال. الحلال هو اللي انا قلته. دي بنت ساذجة مش عارفة مصلحتها، لو طوعناها على اللي في دماغها هتدمر حياتها. لو دي بنتك تقبل تجوزها واحد زي ده؟ على كل حال لو غيرت رأيك وأقنعتها تشيل الواد ده من دماغها ابقى كلمني. ادي تليفوناتي، خليها معاك. وعلى فكرة انا هدفع لك اكتر. ممكن انت خلاص هغير لك اللي انت عايزه. انت قلت لي ان الابلكيشن سالم دودار هيبعت مندوب عشان يستلم الشريط بتاع الاعلان الجديد. ما ادلوش حاجه، وقالوا لي سالم مش هيشوف الشرايط ولا حتى في الحلم لو ما دفعش فلوس اللي عليه كلها. اقول له كده بجد؟ كريم ما ينفعش كده، انت هتخسر سالم وده اهم عميل عندنا. ها يعني اقول له ايه يعني؟ انا فاهم شغلي كويس. اوكي اوكي حاضر حاضر. في واحد في سنك يفضل يشخبط الشخبطه دي؟ يا ابني دي مصاير ناس. يا راجل عايز تفهمني ان انت بشويه الشخبطه دي واحد زيك ممكن يتحكم في مصاير الناس؟ ده تبقى باظت. استغفر الله، انا مجرد اداه، انا مجرد اداه. حافظ انا البقين الفاشلين اللي انت بتقول لهم دول، ما انا قاعد معاهم بقالي كتير. قول يا دكتور. ما قلت لك خد القرشين واعمل مشروع واطلع من دماغي. انا فعلا عايز اطلع من دماغك، خلاص زهقت. مش انت واد بتعرف تسوي الهوايل وتجيب التايهه؟ ما تيجي نتراهن. فاكر رهراتنا بتاع زمان ايام السجن؟ خلاص نتراهن. لو انا خسرت عوضي على الله، بس لو كسبت هيبقى كل ده بتاعي. ماشي؟ ايه خايف من الرهان؟ وايه بقى الرهان يا عبقري؟ انا عبقري؟ ده انت العبقر. انت مش بتعرف تعمل اعمال؟ تعال. هو ده. ايه ده؟ هو ده الرهان. اعكس. مش انت بتعرف تعمل كل حاجة وعامل شاطر قوي؟ خلي دي مع ده وده مع دي، وريني شطارتك. يا استاذ سالم. عاوز ايه انت؟ عاوز ايه؟ شوفوه عايز ايه ده؟ محدش كلمني خالص. خير يا سالم بيه؟ مالك؟ اهدى، مزعل نفسك ليه؟ ايه الرسالة الخايبة اللي انت كرمت وبعتها لي دي؟ احنا هنقضيها رسائل مع بعضينا ولا ايه؟ ونبطل شغل بقى. اهلا 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 سالم بيه. يعني انا لازم اجي بنفسي اخد الشرايط ولا ايه؟ مش فاهم انا. وبعدين ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ فلوس ايه وبتاع ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ انت مش عارف ان انا واخد معاد عرض في التلفزيون؟ المره اللي فاتت انا بعت لك الشرايط على مسؤوليتي، المره دي انا اسف جدا، معايا شركة والفلوس دي بنتحاسب عليها. الله 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 الله، ده كلام جديد بسمعه بقى. انت بتتحداني كده؟ واتحداك ليه بس يا سالم بيه وانت من اهم عملائنا؟ لكن مش بايدي اخدمك المره دي كده. طيب احنا هنقضيها لعبه مع بعضينا بقى. ماشي العب يا كريم يا شلش. كده يا كريم انت هتخسر حمله الاعلانات الجديده. ما انا مش هكسب منها بالطريقه دي. هو هيدفع يعني هيدفع، هو مضطر. مش شرط، ما انت عارف سالم ممكن ينزل باعلاناته القديمه، وساعتها بقى هتبقى خسرت عميل مهم. مهم ازاي هو نصب علينا؟ وانت خس عليك ايه؟ ما انت بتقبض كل شهر. اشمعنى بقى مجرجراني معاكي المره دي؟ مش فات 10 ايام على العمل يبقى كنا فوق الشغل. انا بقى هفرجك على ابن بخه وهو مزلول قدامي. تفتكري؟ اول لما تشوفي كده اقرصيني عشان اتاكد اني مش بحر. لسه دينا وكابر؟ ده ايه النور ده؟ والله يا كابر ليك وحشه جامده قوي قوي على حق. يعني دي الدنيا كانت مظلمه وملهاش لا ريحه ولا لون ولا طعم من غيرك، يعني حتى الهدوم بقت شبه بعضيها. الا كنت غطسانه فين بقالك كام يوم؟ مشغوليات شويه شغل كده. والنبي توظفتي؟ تقريبا. الا فين يعني؟ اسرار يا سيد، ما انت عارف الشغل اسرار، وبعدين مش وقته دلوقتي. طب انا كنت عايزك في موضوع يعني على اساس في حساسيه كده بيننا وكده. هيقر اتكلم، ما تقلقش من دينا. انا هتسامحيني؟ خلاص يا سيد مسامحاك. ابعت.
أنا أقوله ما خافش. خلاص يا سيد، ننسى اللي فات وخلينا في اللي جاي. ها؟ مش تزعل على ده؟ بس كمان كنت سرحان يعني اتحرق منه وأنا بكوي. ما تقلوسيش. مزيك حلو قوي، هو ده الجينجل اللي انا عايزه. يعني ايه جينجل؟ الاعلان ده ممكن يبقى ساحر لو حطينا فيه كل بوينت اوف سيلز. اه بيري، اكتبي عندك يجيبه مع اللمبات الابولو 18. ابولو حلو، دخلنا على الفلك. عايزك بعد الاجتماع. ايه يا جماعه الدخان ده؟ نحط ارواح ولا ايه؟ هوا نفوق بقى يا جماعه. خلاص الاجتماع خلص، يا دوبك تلحق اخر قطر. يلا. مش شايفه ان انا مشغوله؟ صح. ايه بقى؟ ايه؟ مش قلت لي انك عايزني؟ عجبتيني قوي النهارده. ها؟ ابتديت تكتبي وتركزي، حسيت انك عايزه تتعلمي فعلا. خليكي بقى كده مركزه على طول. بس عايزني في كده بس؟ ايوه. هايل بجد هايل. ساسو ساسو ساسو، مستر كريم فاضي ولا معاه تليفون؟ ودي مين دي بقى ان شاء الله؟ دي مهينار. مين؟ مهينار؟ ما هو باين. مين يعني؟ الجير فريند بتاعت كريم؟ لا، دي السكرتيره الجديده اللي هتشتغل بعد. ساسو ساسو بس مين هلاقي هايل والله. بص يا نار، انت هتخلعي من هنا. نعم. هما اتفقوا معاكي على كام؟ على 1000. ليه؟ لا انا هديكي 2000. حمدي معاكي عقد بسنتين وشهرين تأمين. اوكي؟ اتفضلي امضي هنا. اعتذرت يعني ايه؟ مش كانت اتفقت خلاص؟ هو لعب عيال. انا برضو مستغربه، مع اننا كنا لطاف جدا معاها. كنتوا مين؟ انا وساسو. ساسو؟ ومستغربه قوي انها مشيت. طب ده اقل واجب. علوم مش مشكله، نزلي اعلان في الجورنال اطلبي فيه سكرتيره، واكتبي شرط اساسي في الاعلان يقول ان السكرتيره اشتغلت قبل كده في مستشفى المجانين وبتعرف تتعامل معاهم كويس. طبعا ده شرط اساسي حضرتك. اه وجيب معاه شهاده خبره كمان. اوكي سيول باي. ساسو 48000 جنيه. هتدفع بالدولار؟ 9000. هتدفع بالاسترليني؟ 8000. هتدفع ولا الاستاذ يضمنك؟ الاستاذ محتاج اللي يضمنه. المهم 48000 بتوع ايه؟ حق السكرتيره اللي طفشتها النهارده. صاروخ كلفتني 48000 جنيه. وما بعتهاليش ليه؟ لا وايه؟ هينزل اعلان في الجورنال يطلب فيه سكرتيره تاني. ايه بقى؟ ايه؟ هفضل انا كل شويه طفش سكرتيره بالمنظر ده؟ لا شوف لك حل انت والعفاريت بتوعك، ولا ما عندكش عفاريت والسوق نايم اليومين دول؟ الاعلان ده نازل امتى؟ ايه هتخلي عفريتك ما ينشرهوش؟ لا هسيبه يتنشر، بس هعمل لك عليه شغل جامد قوي. هنزل بتوقي. يا راجل شكلك هتطلع بق في الاخر. اهو الاعلان اهو. بيجي بيجي بيجي. نفسي افهم انت في دماغك ايه بالظبط. سيبني اشتغل بقى عشان احبك. الو مادموزيل دينا، كنت طلبت مني خدمه. انا اشتغل؟ طب وليه لا؟ انت مجنونه يا بنتي، انت لو اشتغلتي حياتك هتتغير خالص.
بلاش طريقه وحيده ابوكي. وبعدين مين المعتوه ده اللي يرضى يشغلني عنده؟ مين المعتوه؟ ردي بسرعه. الو مين؟ انا مخرج لاعلانات كريم شلش. شبش؟ والله ما انا عارف اذا كان شلش ولا شبش. انا مخرج الاعلانات الفظيع جدا طبعا. عارفاني عامل اعلانات؟ قبل اعلانات. طب كملي. وعايزني في ايه انا بقى؟ اعلان زيت ولا سمنه بلدي؟ انا بقول خلينا في السمنه البلدي تبقى احلى. نعم. اشتغل سكرتيره عندك؟ الله. طب اشمعنى اخترتيني انا دون عن البنات الروشه اللي في البلد؟ ايه ايه ايه؟ سمعت عن ذكائي؟ هو للدرجه دي ذكائي مسمع؟ لا اله الا الله، قادر على كل شيء. ايوه معاك. بصي يا ستي، انت هتيجي بكره تقدمي على الوظيفه. مجموع وظيفتي انا عارفه الشركه. هتطلبي تقابليني، ولو حد منعك اعملي اللي وادخلي عليا مكتبي. فاهمه ازاي؟ وتبصي في عينيا كويس وانت بتكلميني. اصل انا بحب سكرتيرتي تركز في عينيا عشان تتعلم تفهمني من بصتي. واوعي تقولي المخلوق اني كلمتك ولا حتى ليا انا. مفهوم؟ معاكي بقى ورقه وقلم عشان تليفوناتي. 370؟ لا لا قولهم لي مفرط نمره نمره. 370. ماشي. لا 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 مش حدث، ودي حاجه تتنسي؟ دي معجزه يا راجل. سلام. ده انت اهطل بقى. ده بنت عبيطه ما تعرفش الالف من ايد المقاش. وده واد متقطع بتاع اعلانات، ده منزل اعلانه بالانجليزي. بانك ما تعرفش انجليزي شمال، ده بانك هتطلع اهطل اخر الفيلم. انا منزهر للدرجه دي؟ انا واصله اكتب كدبه بيضه على واد سيد واقول له اني بشتغل تقوم تحقق كده على طول؟ لا لا الموضوع ده ما ينسكتش عليه، ده انا فيا حاجه لله بقى. هو ما فضلتش غير واحده بس، يعني شكلها ما ينفعش خالص. ده انا حتى جالي تليفون من واحد ما اعرفوش قال لي انها مش مكمله تعليمها ولا معاها كمبيوتر ولا لغات. تصور انها كمان ومشيتهاش ليه؟ مش عايزه تمشي. عامله قلق جامد جدا ومصره تقابلك، قال يعني البت فظيعه. وبعدين انا مش قادره عليها، ده انا قربت اولد من كتر زنها. اوف دي مجنونه رسمي. انت كريم شلش؟ لا 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 هولد. مش انا خالص. ايه هتفضل مديني ظهرك كده؟ ما ينفعش. بصلي حط عينك في عيني، شوف انا مذاكره ازاي. هو يعني من شويه بس صغيره جت واحده اشتغلت خدت الوظيفه، يعني انا اسف جدا معلش. يا سلام عليا الكلام ده يا سي كريم. على فكره المقابله انتهت من ساعه لما دخلتي، يا ريت بقى ما تعطلينيش. مش ماشي. ايه رايك بقى بطل الحركات دي؟ حركات؟ انت غريبه قوي، جت هراجي هنا ولا ايه؟ الله ده الموضوع كبر. شكلك كده اتضايقت ولا ايه؟ شكلك مش فاكر. انا كابر. كابر؟ اسم غريب قوي، اول مره اسمعه. عاجبك قوي يعني؟ مش زعلان كمني ما بعرفش انجليزي؟ مش عارف. ولا معايا شهادات؟ مش عارف. هستلم الشغل امتى؟ مش عارف. نفسي افهم انت بتضحك قوي كده على ايه؟ على التليفون الخايب اللي انت عملته. انت مش برضه كلمت سكرتيرة سي كريم عشان تزنبق البنت كامل؟ يا ابني انا سري مات يعني. يبقى السبيل انت بتلعب عشان تكسب الرهان، انا بقى بلعب عشان ابوظ صورك. بتهيألي من حقي انا كمان عايز اكسب. وبعدين انت مش لوحدك. انت معاك شمهورش. الله الله الله، انت عارفه؟ كده بقى نلعب على المكشوف. بس خلي بالك لو فتشت السر هعرف
وساعتها اللي هيبقى في مكسب ولا خساره. عيب، ده انا اللي معلمك اصول وشاره في الرهان. اتفقنا. تعرف قميص كام يا ابني؟ هيكون بكام يعني يا باشا؟ ده كبيره 300 في رغيف من الوكاله. ده 600 جنيه يا حيوان. يا عم 600 جنيه ايه؟ بيتكلم لغات ولا بيروح مكانك الشغل ولا بيسخط في مراتك وانت مش في البيت ولا ايه؟ ده هيروح في داهيه بقى. مصير ارد له، بس انا اللي احترمت شيخوخته يعني. يا حبيبي يا بخه، ده راجل مفتري قوي، ده شرحك يا ولد. كان ممكن اعمل له عاهه مستديره، بس انا ما رضيتش يعني احرجه قدام مراته وكده على اساس ان هو بيه. ما انا ممكن ابقى بيه انا كمان. بأمارة ايه بقى ان شاء الله تبقى بيه؟ لا لا لا، دي وسعت منك. ليه؟ ما ممكن افرقع في السوق واضرب مره واحده. ليه ان شاء الله؟ هتاخد بطوله العالم في الكاوي؟ لا يا خفيفه، انا ممكن اعمل شريط افرد بيه السوق واكويه وابخ مصر كلها بوستراك. ايه؟ تبخ؟ تصدقي وتامني بالله المنتجين اليومين دول بيحفوا ورا المكوجيه. يا خرابي يا خرابي على الجمال، الواد قمر غزال. فيه الاعلانات بتحدف عيال حلوه كده؟ ده واد جاي من حته تانية، ده غير العيال الهفق اللي بشوفهم دول خالص. لا وايه، اول لما بصيت في عينه حسيت بالايه، مش عارفه، هي حاجه كده شبه الاشعرينه. اه بس حصلت ليه؟ ده باين لي حبيته. حبيتيه؟ يا ريت. انا ما قلتش كده. انا قلت كده؟ لا ما قلتش. لا قلت. الله، طب وسيد بخ؟ بلا سيد بخ بلا سيد قشطه. التاني قشطه قشطه بجد. وايه؟ هراني تسبيل، هراني. انا من ذهله ايه اللي بيحصل ده؟ باشا أمرني حضرتك. بص يا سيد، أنا ريجيسير ومرشحك تصور على بطولة إعلان. والنعمة يا باشا أمثل؟ الشركة اللي أنا بشتغل فيها هتصور إعلان عن مكوة جديدة. آه اشكي منك يعني ستايم وكده حضرتك. إحنا بندور على وجه جديد يمثل الدور ده، عشان كده فكرنا إن إحنا نجيب مكواجي بحق وحقيقي يمثل الدور عشان ما يتعبناش. لمؤاخذة. آه أتابيك. ولو اني شاكك انهم ممكن يقبلوك عشان حكايه المطبات اللي في وشك دي. لا يا باشا، دي شويه تعوير كده من مخاطر المهنه لو مؤاخذه، بس يعني هتروح. خلاص عايز كده بقى تروح بكره تقدم على الدور. صباح وفن يعني، ممكن تعملوا لي بوستراك كده في الشارع وشريط وقفشات وكده؟ اه نعمل لك اللي انت عاوزه، بس ايه لو عجبتنا. يا رب يا رب. انا عاوزك تهدى بقى وترسم معايا وسيبك من التوتر اللي انت فيه ده. انت هتروح بكره الشركه وتسال على مكتب الانسه سميه سعد حامد، انا كتبت لك اسمها في الورقه دي مع العنوان بتاع الشركه. باشا والنعمه باشا. الانسه سميه هي اللي هتسهلك الشغلانه، بس خلي بالك اتكلم معاها بمنتهى الادب والاحترام، يعني تحسن ملفظك وانت بتتكلم معاها. ما تنساش دي بنت صاحب الشركه، يعني ابوها ملياردير. يعني حد جامد يا باشا؟ اوه قوي. لا مؤاخذه يا باشا، يعني الملياردير ده يعني بيقفش له كام كده في الشهر؟ ما هي 7 جنيه و40 قرش. ايوه دكتور شمال. ازاي؟ زفت. ليه بس؟ اختار سكرتيره تانيه خلاص. طب وايه يعني؟ يعني ايه وايه يعني؟ مش يمكن تطلع صاروخ زي اللي قبلها؟ ما تخافيش ما تخافيش، دي السكرتيره دي هديه مني ليكي. انا مش قلت لك هعمل لك شغل جامد؟ هتعمل لي شغل جامد؟ خير ان شاء الله. لا مش وقت، لما اجي لك هقول لك. شكلك كده حسابك تقل معايا. هاي. مش وقتك خالص يا سس، عندي كارثه. اوف حكيتم اهو. طب يوه خرجه انتي. لا انتوا تعرفوا بعض؟ لا. اه لا انت جاي ايه تعملي ايه؟ انت سكرتيره؟ اه يس يس يس. متاخره نص ساعه معلش. طيب كابر،
الحقيقه كده وحصل حاجه امبارح بعد ما انت مشيتي. كان في سكرتيره وكانت بتشتغل هنا ومشيت ورجعت امبارح تاني يعني. فهمت. ما انا برضو استغربت. انا عارف اني ما ينفعش. على العموم متشكره. انا ماشي. رايحه فين؟ انا ماشي. مش حضرتك قلت اني ما ينفعش تمشي. انت لازم تستني هنا. انت كده بتلعب بطريقتي. عملتها مره وفوتها لك. سقت فيها. لا عندك بقى تلعب مع فريتك ماشي يا حبيبي، ما هي من ضمن عدة النصب بتاعتك. لكن تليفونات ومقابلات وخطط لا، دي بقى لا فيها ساحه ولا عبقريه. اللعبه على كيف. يخرب بيتي، هو في ايه حضرتك؟ في ايه؟ دي مجنونه دي ولا ايه؟ اتخضيت من شكلك. انا كنت فاكر ان في حد جاي ورايا بسنجه يعني ولا حاجه. سوري معلش. ايه ده؟ انت متعور؟ لا دي حادثه يا حضرتك. معلش. انت مين؟ ها؟ مش عارف. هو انت اللي مين؟ مش عارف. وانت؟ والله ما فاكر، نسيت. برمشهم لو يشغلوك ويسهروك اوعى تصدق سحرهم. لو يسحروك مرة العيون او يجرحوك برمشهم. لو يشغلوك ويسهروك اوعى تصدق سحرهم. سحر العيون سحر العيون سحر العيون مش كل دمعة تصدقها، مش كل نظرة تعشقها. عيون كتير ممكن تكتب تدخل قلوبنا وتسرقها. سحر العيون سحر العيون سحر العيون سحر العيون متصدقش عيون كدابة، صدق بس عيون صديق. يا معيون مليانة طيابة، يا معيون مليانة حالة. لو يسحروك مرة العيون أو يجرحوك برمشهم. لو يشغلوك ويصهروك اوعى تصدق سحرهم. يلا يا حبيبي لم خرجاتك وكراكيبك وارحل عشان ننظف الفيلا.
انا خلاص كسبت الرهان. بأمارة ايه؟ بأمارة اللي انت شايفه ده. شايف ايه؟ البنت ساسو لقت أراجوز بتلعب بيه وكابر مبهورة بالواد اللي اسمه كريم، لكن المفروض نهاية الحب ايه؟ الجواز. اهم لسه ما اتجوزوش. ده احنا مش هنخلص بقى، لان بعد ما يتجوزوا هتقولي لا لازم يخلفوا. لا 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 لا، مش لازم يخلفوا، ممكن يتبنوا. انا هشتغل بواحد من الاثنين دول على فكره. شش. انا شايف ان الاولاني اعلى بكتير. فعلا ده تيب حلو قوي. عنده قبول، بس ده سكه والتاني سكه تانية خالص. طب بس فعلا ممكن استاذ سيبينا نشتغل. لا سيبني انت بقى قول رايي، ما انا لو ما قلتش هيجي لي شرر عايش، ما انت عارف. اتفضلي قولي. زمان كان في نجوم محبوبين جدا زي عبد الحليم حافظ، رشدي اباظه، عمر الشريف. ليه؟ ليه؟ لانهم كانوا شبه الناس في الوقت ده. الناس وقتها كانوا مستحمين، شعرهم بيلمع، حاطين بارفان، هدومهم نظيفه، لان ما كانش عليهم ضغوط كتير. لكن دلوقتي الناس تعبانه قوي، الناس مضغوطه وعندهم مشاكل كتير. طبعا انتم مستغربين اني بتكلم عن الناس دول. ايوه بس ده مش موضوعنا، احنا بنختار بطل اللي عليه. الناس دلوقتي عايزه البطل بتاعهم يبقى زيهم، شبههم، وش مرسوم على الشقه زيهم. ويا سلام بقى لو واخد المطوتين في وشه. طب والله هياخد مع الناس جامد وهيحبوه اكتر. وسيد مش اسمه سيد برضو؟ anyway الواد ده شكله قريب جدا من الناس لانه منهم. صح؟ صح جدا. ايه ده؟ يعني اقتنعت برايي؟ تخيلي. يس. يا ابو سعيد او سر الاله ادفع. انقص حياتي. مش اقصد. يا يخرب عقلك. لا كنت افضل لو كنت موت كان شكلك هيبقى بيه قوي. انت في حد يموت قبل ما يمس الاول اعلان؟ يلا ابدأي. مبروك يا تيتو. شيرت يا جماعه. او نو. وحشتيني وحشتيني بفظاعه. بشنيعه بشاعه بهباله. او نو بابا يا ربي. وده يطلع مين بقى يا عم؟ رهيب ولا رهيب انت كمان؟ شوف انت بقى. وانا هيبقى نهار اسود النهارده. ايه ده؟ ايه انت وميكي طلعتوا؟ بابا او نو. والباشمهندس ده اللي متجوز ميكا هيخلفه ايه بقى؟ بطوط؟ لا بس دول زودوها قوي. الجديده بقى قابلتها في الكاريبيان، حبينا بعض في ثلث ساعه، اتجوزتها بعدها بساعه الا ربع، بعدها بربع ساعه طلقتها. واو ذاتس فيري رومانتك. او نو. عيب عيب يا ساسو يا ساسو عيب. مش كده؟ ابقى في احلامها بقى اما تيجي اللي بتعمله ده خطر كده. انت لازم تقف عند حدها. يلا مستني ايه؟ طيب باي. يلا اي كول يو. اوكي باي. البيت ده هتتعور النهارده. طيب والا مين ده يا ساسو؟ بوبوس. ايه بوبوس ده يعني؟ يعني بوبوس. ايوه يعني مين؟ ايه ده؟ He's a very good friend of mine. اذا كان كده معلش. شعير. كان حلو مكان. بس بس كده حلو قوي. هاي كريم. هاي. How are you? Fine. How is life? تمام. على فكرة I saw your last commercial. كان حلو قوي. Did you like? مع عمري هنا. Yeah, it was great. Thank you. Anyway, okay. عمري هناك اهو. خليني اشوفك. باي. اوكي باي. ما توقعتش اقابل حد. قول لي بقى هو ايه اللي عمري هيفهمه غلط؟ انا مش قصدي. انا قصدي ان نظرة الناس للسكرتيرة والمدير نظرة غالبا بتفهم غلط. وانت مش كده. انت مش عايز حد يفهمك غلط. نظرة الناس للسكرتيرة؟ دي جديدة عليا. ومن مين؟ من دول؟
واحده هاي كريم والتانيه دول اللي ممكن يتكلموا عن الناس. وانت بقى بتفكر زيهم؟ انا كنت بفكر زيهم. ودلوقتي وانا معاكي ما بفكرش. يعني ايه بالظبط؟ يعني وانا معاكي بحبك وخلاص. انت السبب، كبرتي في دماغها حكايه الشغل دي، ومن ساعتها وهي طايحه. الساعة داخلة على واحدة اهي والهانم لسه ما جاتش. هو فيها ايه يعني؟ ما انا ساعات بتأخر اكتر من كده وما بتحصلش مشكلة. مساء الخير يا عم. مساء النور. انا اسفة على التأخير، بيأخرونا في الشغل ساعات. معقول يا كابر في الشغل لغايه دلوقتي وصحتك بقت دايما في النازل؟ كان الشغل هيعمل فيكي كده بلاش منه. عندك حق، صح، بلاش منه. كابر انا مش هشتغل سكرتيره تاني. كابر ايه اللي انت كاتباه ده؟ انا حر، مش عايزه اكمل. انت غريبة قوي. اكيد واحدة زيي تلاقي واحد زيك يحبها بتقوله مش عايزة، لازم تبقى غريبة. انت مش واخد بالك ولا ايه يا كريم؟ احنا مش شبه بعض فعلا، مش لاقيين على بعض. مش ضروري، مع الوقت والعيش وحاجات تانية هتلاقينا قربنا من بعض. طب والناس؟ هنتعب شوية لغاية لما يفهموا. على ايه التعب؟ تفتكر الحكاية مش مستاهلة تعب؟ لا مستاهل، مستاهل اكتر من التعب. قصه الحب على فكره مش كلها خيال، في منها حقيقي. تغاوي تعب بقى، خد بالك هتتعب جامد. خايفه عليك. متخافيش، قدها وقدود. تعالوا الحقيقة يا جماعة، كريم عامل كارثة. فجأة عرقان كده ليه؟ دي دموع الفرحة.
يا دي الفرحه في القلب مش في القفا. واد يا بخه يخرب بيت ليلتك، اوعى تكون هو انت اللي بتاع. ايوه يا اخت، انا اللي كنت بلعلع في الاعلان. مش فاكره لما كنا في الجنينه وقلت لك انا هبقى بيه وقعدت تتنوري عليا؟ كنت بستظرف بتريق مستضعفاك. اوه اديني فرقعت وبقيت نجم مبنوك، واتشهرت اكتر من فريد شوقي في تعالولي مكرمه. صباح الخير. تحت امرك يا فندم. حضرتك رايحه فين؟ الله، امال كريم فين؟ مستر كريم عنده تصوير. صح، ده قال لي وانا نسيت. هو بيصور فين؟ هو بيصور فين؟ معرفش. هو انت مش سكرتيرته؟ ازاي ما تعرفيش بيصور فين؟ ظروف، اصل ظروفي صعبه قوي اليومين دول. يا حرام، تصوري باين عليكي. مش مهم، هكلمه على الموبايل واعرف هو فين. ده لو لقيتي الموبايل مفتوح. نقول له مين لما يرجع. باين عليكي جديده قوي. قولي له مدام في ميهان. هتعرفي تقوليها ولا صعبه عليكي؟ اقولك على فكره، قوليها 10 مرات بينك وبين نفسك، يمكن تحفظيها. ولا اكتبيها مرتين، مرة نسخ ومرة رقعة. ولا ما خدتوهاش في المدرسة؟ باي. في ميهان، في ميهان، في ميهان، في ميهان، في ميهان، في ميهان، في ميهان. وإيه يعني؟ حصل لنا الرعب يا أختي. طب طب مش كده خالص، عايزه نعمه سموث. انزلي بالمزيكا. جاهزين؟ ثواني اظبط حاجه. خد كده ايه؟ خد قفل. ما قلتيش انك جايه يعني. فجأة وحش مش كده؟ معلش قطعت عليك الجو الرومانسي. جو رومانسي ايه؟ ايه العبط ده؟ صح، هو مبين عليا عبيطة بأمارة في ميهان. في ميهان؟ عدت عليك وما لقيتكش. روح اجري بقى صالحها لحسن تزعل. في ميهان؟ دي مش غيرة، ده مرض. في ميهان تبقى أمي. أمه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. دي مقفلة في وشك خالص، مش عاوزة تفتح. أنت كمان قدامك طريق طويل، أوله انتوق وآخر ما تاخد حتة خازوق. ياد أنا شمردل فوق. نفسي اعرف ايه اللي عبك فيه دوت. ده انت ما تعرفيش حاجه عنه خالص. شفتي بيته؟ لا. شفتي اهله؟ برضه لا. مش عارفه، حاسه كده اني بحب شكوكو. ببقى مبسوطه جدا وانا معاه، يعني اعتقد كده انه بيمثل على روحه. بيتهيألي انه بيتمرن على الادوار. انهي ادوار؟ اللي لسه هيمثلها. الذمه ده اسمه كلام؟ طبعا هو اللي قالك كده وانت صدقتيه. ما باين زي الشمس اهي. هو في حد اساسا بيعمل كده؟ وليه يا معز عامل بتحبني لما انت سرقت الوز عامل قول لي غبني وانا بالصلاه على النبي وانا بدور واحد اهبل رسمي. بص هتلاقيها شو دول لما تيجي تتكلم. وانا اعوذ بالله من كلمه انا. سيد سيد عامل بتحبني. سيد، قبل ما تقرر تبقى ممثل كنت بتشتغل ايه؟ كنت بس يعني هادي ما كانتش جات، فمن ساعتها بقى ولا ما بقتش. يا سيد ستوب بليز، كفايه تمثيل بقى، ارجع لشخصيتك. قولي كنت بتشتغل ايه؟ كنت باكل. ها؟ باكل الاسعار حضرتك. ازاي؟ يعني بستفها كده واطبقها وافردها واظبطها واحطها قدامي على البنك. هي ايه دي؟ الاسعار؟ طب تعالى. انت كنت بتشتغل في البورصه؟ يعني درس اقتصاد؟ واو يا سيد، احنا تفكر زي بعض. شفت شفت ايكونومست. يلا يلا بابا مش هنلعب بعيد. احكي لي بقى،
سافرت فين؟ سافرت فين؟ سافرت فين ايه؟ يعني انا مثلا سافرت بلاد غريبه شويه، رحت الصومال، افغانستان، البوسنه، بس يا حرام الناس هناك مبهدلين قوي. ورحت ستيتس ويوروب، بس يعني اكتر بلد حبيتها حقيقي حقيقي الاراضي الخيريه. خيريه؟ والله فيك الخير. احكي لي انت بقى. لا انا لفيت كتير، يعني عندك المغربلين وشوكولان وبيجام والدرب الاحمر. انا عشت بره كتير قوي. بره فين؟ عند اصحابي. على فكره يا كريم، انت كده شغلك هيبقى في النازل خالص. ليه بتقولي كده؟ ازاي تبقى مشغل عندك واحده بالوقاحه دي وعاوز شغلك يبقى في الطالع؟ دي سكرتيرتك يا حبيبي، يعني هي اللي بتقابل العملاء وهي اللي بترد على الزباين وهي من غير ما يبقى في جوانا حاجه. ينفع؟ هفكر اعمل لك بقى طبق فاكهه بايدي عشان نحتفل بالهدنه. شخصيتها لطيفه قوي قوي قوي، شفتي؟ بس ما تنفعلكش. اه بحبه بقى، موت بغيظك. حفتن عليكي، ما انت عارفه ان انا خباص. ولا يهمني، انا حفتن عليا. الله، ده انت فاقده بقى ومش همك. اه ما انا لازم اعترف له قبل ما واحد سافر يقول له، فيقلب عليا وساعتها الحقيقه تقلب معايا فيلم هندي، وانا الصراحه ما بحبش الافلام الهندي. لكن بقى لو قلت له الحقيقه الحقيقه تقلب معايا فيلم امريكاني، وانا بموت في الامريكاني. مش فاهم. هحاول افهمك، يعني لو بطلت فيلم هندي حصل لها نفس موقفي هتعمل ايه؟ تركب الفيل وترقص مع اميتاب باتشان. وبعدين اهلها يعرفوا فيسحلوها هي والواد اللي بتحبه، وبعدين يجوزوها الواد الرزل ما بتحبوش فتنتحر. طب لو فيلم عربي بقى، البطله كانت هتعمل ايه؟ لو فيلم عربي بقى البطله كانت هتعمل كده. لا ايه ده؟ ايه فكست؟ طب نخش على الفيلم الامريكاني بقى. بطله الفيلم الامريكاني بت بقى مخلصها زي تقع في حب البطل، يطلع فقير يطلع صايع ما تفرقش، هي بقى بنت شخصيتها قويه ثابته بتضحي بكل حاجه عشان اللي بتحبه. اهلها بقى ديناصورات غيلان نو بروبلم. يعني هتواجهي باباك بجد؟ اه اشمعنى؟ عشان اخد لك منه ميعاد. ما بابي فوق. بس فاضل له تلت ساعه ويخرج. طب الحق اقفشه في الوقت ده وواجهه وخلص معاه يخلص عليه. اه ده ولد كويس قوي قوي، اتجوزيه بقى. يا بابي انا بتكلم جد، بليز بلاش طريقه، انا عايزك تفهمني وتقربي، مش ده مستقبلي؟ مستقبلك يا بنتي مستقبلك تبنيه الاول باعتمادك على نفسك، بعد كده تشاركيه مع راجل كون نفسه، مش ده؟ فكري كويس وادي لنفسك فرصه. اهدي بقى فرصتي وجات لحد عندي. انا طول عمري نفسي اكافح واتسحل ويتمسح بيا الارض. ارجوك يا بابي ما تحرمنيش من السعاده والمرمطه. بصي تعالي، انا بنصحك لاني بحبك ماليش غيرك، وانت في الاخر حره. عارفه ليه؟ لاني كبرت سنا وده مسافر. ما انت وماما على طول مسافرين، المشكله لما دماغي تسافر حقها. مش مهم، بقول لك ايه، ما تديني مليون استرليني ابتدي بيهم رحله كفاحي. الو استاذ كريم شلش معايا؟ مين عايزه؟ انا الدكتور شمردل، العالم الفلكي والروحاني الشهير. ايوه انا بتاع الاعمال وحلال المشاكل. الحقيقه كنت عاوز اكلم الانسه كابر لانها كانت طلبت مني اتدخل في مشكله كده. ولا اقول لك انا هبقى اطلبها بعدين. باي. سحر واعمال كابر بقى كده صح. ايه مالك؟ شفت عفريت ولا ايه؟ انا اسفه بس مش متعوده على حد يجي قبلي، في حاجه؟
غريب اني اجي بدري. جاي اخد شرايط لكريم شغل. اه باي. اه على فكره بيبقى بخاري عشان العفاريت والحاجات دي انت فاهمه. بخاري باي. الو الو مين معايا؟ لا انا واحد ما تعرفيهوش. هقفل السكه. استني استني اشتري ما تبيعيش. انا بس عايز اقولك ان سيد ده لا ممثل ولا حاجه. سيد ده مجرد مكواجي. روح حضرتك شوفي محله في شارع نبيل صبحي. وعلى فكره لو عرفت اسمه سيد ايه هتموت على روحك بالضحك. اسمه سيد بخه. بخه الله عايز سيد. ايه سيد يا بخر؟ اسود ده صوت ساسو. البيت بتاعك بتاعتي ايه؟ بس دي ما تعرفش ان انا بخر من اصلي. اركب يا زفت وراه. مكواجي ماله المكواجي؟ مش بني ادم زيكو؟ بني ادم؟ بني ادم كذاب وسافل. انت احقر حاجه قابلتها في حياتي يا معفن. ايوه معفن بس حبيتي وربنا المعبود حبيتي وحبي ليكي ممكن يوصل لاعلى من اي عماره من دول. بس انا خساره فيك. انت خساره فيا انا؟ انا ساسو يا بخه. عارف ان انت ساسو. ساسو بنت الملياردير الطاقه المترقعه اللي ممكن تعمل اي حاجه تطلع في دماغك وسايبك تعملي فيها اللي انت عايزاه وتعملي اي حاجه وتكتفيني. كتفاني ليه يعني؟ بترهبيني؟ اه. طب ايه رايك بقى ساسو ان انا ما بعرفش اعوم؟ احسن. طب فكيني. لا فكيني يا ساسو. مش اذا كان على الجنان انا اجن منك ومن اللي خلفوكي. وهثبت لك بقى ان انا ممكن اموت وانا غرقان في حبك يا ساسو. سيد المية ساعة يا مجنون. سيد اطلع لعمر مكرم. عمر ايه اللي جابك؟ ايه يا عم المقابلة دي؟ قلت عدغدك ونروح سوا. ما تيلا كريم بيري زمانها على نار. لا اسبق انت، انا هعدي على كابر الاول. كابر انت هتاخدها معاك؟ ايوه. ما انت عارف ان ده مش جوها خالص. عمري لو سمحت ما تدخلش في الموضوع ده تاني. انا مذهول. لا يمكن تكون انت كريم صاحبي اللي انا اعرفه. يا ابني انا خايف عليك، فكر كويس. وبعدين بقى دي ابتدت تلغوص في شغلك. ده غير بقى انها ما تنفعكش من اصله. عمري لاخر مره بقولها لك، كابر دي حد كويس قوي. لو عرفتها هتحبها، ولو ما حبيتهاش مش مهم. لكن افهم انها مهمه قوي بالنسبه لي. ها تحب نعدي عليها سوا ولا تسبق؟ سيد سيسو سيد عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طب سيد عايز اتكلم معاك بس بجد مش بهزار. انا دايخ يا ساسو. هما ادوني ادوني سرنجه ولا برشامه ولا ايه؟ الاثنين. خلاص لما تصحى نبقى نتكلم. لا في حاجه بقى واقفه هنا ومش عارفه اقعدها. ومش قادره استحمل عايزه اقول. طب قولي. سيد عايزك تبقى تفتكر دايما وتبقى متاكد اني حبيتك. ربنا يديم المعروف. عشان تبقى تفتكر بعد ما ايه؟ انت حاسه انك هتموتي؟ بعد الشر. مش ميتة مش دلوقتي. مش عارفة يعني. الله ما كلنا هنموت. بقولك ايه؟ انا عايز امي. روحيني لامي. يعني
هتعزمني على شاي وتعرفني على طنط؟ طنط هي حصلت فينا من الاباحه وقله الادب. كل يوم يا اهلا وسهلا. حلو قوي الكشري. كل يوم على كده بقى. قمر انت تعبتي. انت عاوز ايه؟ ها؟ هاتي بوسه. الله الله. طنط بخه انت لذيذه قوي. يو من زمان من زمان وانا كده. ميرسي يا وطنيه، الاكل كان حلو قوي. على ايه؟ ده انا حبيتك بجد. انت بتحبي قوي قوي يا ساس. لا صحيح حبيتك حبيتك. يخرب بيتك. ايه ده؟ ايه ده؟ بتحكي؟ الدخ ايه؟ الشاي دي بتاعت الجنينه. ما تسعش يلا عشان حلوشه. ايه ولا مش هي؟ ها؟ يلا بس. الواد عاطف بنخشي. ده فيلم تحفه ما حصلش. انا سمعته انه حلو قوي، عايز اروح اشوفه. هو مين المخرج؟ روبرت زيمكس. اوه اي لاف ذيس جاي. اه ما هو ده اللي اخرج فورست جامب بتاع توم هانكس. اوه اي لاف ذيس جاي. بتحبوا مين الممثلين يا جماعه؟ انا بعشق ميل ستريب وجوليا روبرتس وروبرت دينيرو. اه دينيرو اي لاف ذيس جاي. وانت بقى يا كابت بتحبي مين من الممثلين؟ شرف انطح؟ طبعا شرف انطح وزينات وروستي والاسري. اوه الاسري اي لاف ذيس جاي. شكلك خليك متاكد تتجوزيني؟ قلت ايه؟ مش هقولها تاني. نفسي اسمعها تاني. يعني سمعتيها؟ كنت بقول ايه بقى؟ كنت بتقول تتجوزيني بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك وحاجات كده يعني صح؟ الله 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 الله. كريم الشريط اتسرق. انا شريط الشريط بتاع الاعلام بتاع سالم دويدار، لسه شايفاه حالا في التلفزيون. بتكلم ليه؟ عشان تقول لك حرامي وسرقتني؟ لا لا يا حبيبي، ده بس عشان اعلمك درس لا يمكن تنساه. اسمع يا ابني، خدها مني نصيحة، بص لنفسك وتحدى على قدك. ايه رأيك في بيت الشعر ده؟ بقوله لنفسك كل ما ينزل الاعلام في التلفزيون. يا ابن الكلب، فين عمر؟ مشي. ايوه عمرو. اه كريم. تعال لي على المكتب حالا. ايه يا ابن الحيطه وحشك، في حاجه؟ في كارثه. بحس وانا معاك ان لو مؤاخذه يعني تيشه كاني ولا حد. انا عارف اساسه ان انت ما تقصديش. اهلك دافين دافين قوي يا سيد. كان نفسي اهلي يبقوا كده بس مش مشكلة. أنا خدت على البرد على التكييف. بس الوضع ده يعني ما يكيفنيش ما يلزمنيش، لأن أنا الراجل وأنت لو مؤاخذة الست. يعني لازم تمشي تحت طوعي، تبقي ماشية كده ورايا وأنت مدلدلة يعني حضرتك مؤاخذة. حلمت معاك أجمل حلم بس هي خسارة، طلع حلم في الآخر. آه ما الراجل مننا لو مؤاخذه لازم يبقى مالي مكانه كده ومطرحه، والست بتاعته تبقى مقتنعه بيه، ويوم ما ترفع عينها فيه يقوم كارتها على قفاها ومعديها في الصاله كده يفوقها لنفسها ولبيتها. وانا بصراحه ما اقدرش اعمل معاكي كده اساسا. ايه ده؟ يعني الراجل منكم لازم يعمل الست مننا وحش كده؟ امال يشكمها ازاي حضرتك؟ يعني بديها بالشوز؟ اه وبالجزمه كمان. وليه ما عملتش كده يا سيد؟ ما اقدرش اعمل معاك كده اساسه، لان لما بشوفك كده بيحصل لي انبهار عصبي. يا ريتك كنت عملت كده. لا ما ريتكش، كويس انك ما عملتش. مش فاهم. مش مهم، دي حكايه طويله وممله وخلاص. anyway احنا متفقين صح؟ متفقين على ايه؟ اننا مش هنكمل. متفقين؟ ايه رايك لو كملنا صحاب؟ استغفر الله العظيم، كده من غير جواز؟ لا طبعا مش كده، انا قصدي اتنين صحاب وصحاب كويسين اتقابلوا لما اختلفوا ما افترقوش. فاهم؟ مش
فاهم يعني. معلش عيدي تعالش كمان كنت سرحان مع نفسي. يو يا سيد كل شيء هقعد عيد. يلا يلا بينا نقوم من هنا. خفيش الجنينة دي بالذات أمان وكل اللي فيها حبايب، وعمر البوكس ما بيجي فيها بدار. اهو شفتي بيجي بوشه على طول. خش يا اختي. بطاقتك يا ست ولا يا بنت انت؟ انا؟ ايوه انت. انا بنت؟ طيب انا هوريك دلوقتي بقى انا مين. مش عارفه اوعى. سنه واحده يا باشا. كون هنا يعني بطاقه ايه ده؟ ده سمون فيمي. سمون فيمي دي ملفز اتقال قدام بيت ظابط برضه والنبي اعمل ايه. ده سلمون تاكل؟ بقولك بلاش انا جعانه. شكلك معكيش بطاقه وهتقعدي معانا كتير. لا 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 من فضلك بليز لو سمحت. طب طب رخصه السواقه تنفع؟ رخصه السواقه ايه يا بت؟ احنا في عالم سمسم ما تستهبليش. احنا يا باشا مستعدين نحلف لك على المصحف تروح البيت جري يا باشا. هتجيب البطاقه وتنها راجعه فريره. بس يلا بلاش لف. طب ممكن اعمل مكالمه واحده من الموبايل لو سمحت؟ مكالمه واحده بس. واحده بس ماشي. رهيب. خارج نطاق الزفت. وايه اللي وداه هناك يعني؟ انت يا عمرو انت بتجيب لي شريط؟ ما شفت شريط سالم خالص. انا خدت الشريط ساعتها وطرت على اللوكيشن. دول كانوا شريطين؟ لا شريط واحد. كانوا شريطين انا متاكده. اه طبعا ما انت مكشوف عنك الحجاب. ويا ترى بقى عرفتها لوحدك ولا شمردل قالها لك؟ شمردل؟ شمردل ده الدجال اللي الهاني مسحرها لك عنده. فوق بقى يا كريم بدل ما تخسرك شغلك واصحابك. ولا ايه يا صادقه يا بريئه يا تلقائيه؟ خليكي زي ما انت. مش كده يا كريم؟ اشرب بقى. أنا فعلا رحت عند شمردل بس عشان سيد. سيد؟ أيوة سيد المكواجي. والله العظيم ما بكذب وأنا قلت لك قبل كده. مش عايز أسمع حسك تاني. ها يا ساسو. إيه؟ ممكن ما تقولش لبابي؟ تافهه. هو ده كل اللي همك؟ مش نقعد بقى ونحاسب على تصرفاتنا؟ انا عايز اعرف ايه اللي همك على الواد ده. خلاص بقى بعدين. سيد يا نهار ازرق كملت. ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض؟ سيد المكواجي؟ انت ايه اللي وداك الجنينه؟ الا مين قال لك على حكايه المكواجي دي يا استاذ؟ العصفوره البريئه اللي عمرها ما بتكذب. بريئه خالص ما بتغلطش. بس في عيب واحد، بتسحر للرجاله. كريم خش في الموضوع. انت عرفت صح؟ طبعا. بس والله ما كانش قصدي اذيك. وبعدين ما حصلش حاجه يعني. الحمد لله العمل ما نفعش وشمردل طلع كفته في الاخر. شمردل كفته؟ ومين شمردل كفته ده؟ انت عملتي لي عمل اساسه عند شمردل برضو؟ شمردل ده ايه؟ واخدكم اولى؟ انا مش فاهم اي حاجه. حد يفهمني حاجه يا اخوانا. يعني كابر عملت عمل السيد يا راجل، وانتي عملتي لي عمل، والعملين عند شمردل. فانا وكابر حبينا بعض، وانتي وسيد اتهببتوا وحبيتوا بعض. مكسوفين؟ ها مكسوفين من ايه؟ من خبيتكوا طبعا. يا نهار اسود، ده انا مدهوش دهشه. ده انا جالي اندهاش في الذاكره. كريم ام سو سوري. ام سو سوري؟ لا يا شيخ، ساسو فريد العمل ده كان نفع واتجوزنا. كنت هتعتبريه ايه؟ جواز حلال على سنه الله ورسوله؟ يعني جوزك بجد وانت جايباني بالسحر؟ وانت يا ملاك. اه يا ملاك. كنت هتبقي حاسه بايه؟ انك سعيده ومبسوطه وراضيه عن نفسك برضو؟ ترضي ان حد يجيبك بالسحر؟ ترضيها انت؟ شفتي؟ شفتي؟
والنبي يا سيد مش ناقصاك، اللي فيا مكفيني. وكمان بتبجحي؟ يا ساتر عليكي، هي البنات جرالها ايه؟ جرالها ايه حضرتك؟ مخوكو ضرب ولا ايه؟ مخوكو ضرب ولا ايه؟ انت ايه يا اخي؟ صدى صوت ولا ايه؟ ما فكرتوش ان السحر ده شر؟ انه تحدي لإرادة ربنا؟ بلاش، لو كان السحر هو الحل كنا حلينا بيه كل مشاكلنا، كنا عملنا عمل للحب وعمل للرزق وعمل لراحة البال والأمان وعمل للمطبات وعمل للأسفلت وعمل للبلعات حضرتك، أو كنا عملنا عمل وبقينا أغنى بلد في العالم، أو عملنا عمل لإسرائيل وخرجناها بقى من فلسطين. ده لسه قاعد قدام البطيخة دي؟ كريم عارف ان كابر ما كتبتش عليه. وافرض يعني تفتكر ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة. انت هتفضل لغاية امتى متعلق بحبال دايك؟ ليه مش قادر تقتنع ان الموضوع بح خلاص وانك خدت صابونة؟ بقولك يا منصور، ما تيجي نقسم الصابونة. الف مبروك والله، وبقيت بيه يا واد يا بخه. بقى عندك مغسله قبه وما بقاش في حد قدك في الحته كلها. ربنا يخليكي لينا يا ساسو. واد يا بخه اكتب عليا بقى، هو احنا يعني نفضل مخطوبين كده على طول؟ ده انا خللت جنبك بصراحه. كده في حاجه موهوشاني من موضوع كتب الكتاب. اللي هي ايه؟ على اساس يعني ما يصحش يعني اكتب كتاب عليك وكده واخدكوا الجنينه وبتاع. قعدت اضرب كلاكسات انا وصف العربيات اللي ورايا، انه يتعتع ولا الهوى. طبعا اتنرفزت جدا، قمت نازله من العربيه واخده الكوريك في ايدي عشان لو اتكلم كلمه زياده. رحت له عند شباك العربيه وقعدت ازعق واشتم، بس مش بالفاظ يعني. قام نازل من العربيه واداني قلمين. رحت انت مديله بكوريك في دماغه؟ لا طبعا، قلت له نمره موبايلك كام؟ أول مرة في حياتي أعمل الحكاية دي، على أساس إن كان عندنا في البلد زمان طينة بنزعل عليها.